قلت لك من قبل ان ترامب بيحاول يحول امريكا هيموت لدوله شبه الدول الدكتاتوريه. كان نفسه انه يحكم دوله من الدول جمهوريه من جمهوريات البنانه اللي زي الدول دي. وترامب بيستخدم نفس الخطامات اللي بيستخدمها بعض حكام دول البنانه وبيسقف له بعض الحاضرين، اللي هو خطابات بيحاول كل حاكم يداري بيها على الكارثه اللي عنده، فيقول لك احمدوا ربنا احسن من ان احنا احسن من غيرنا. ترامب بيقول كده والله. ترامب في البدايه قال لك ان المشكله اللي عندنا في ازمه الوباء سببها الزياده في عدد الفحوصات، ان احنا بنعمل مساحات كتيره قوي. Media likes to say we have the most cases, but we do by far the most testing. If we did very little testing, we wouldn't have the most cases. So in a way, by doing all of this testing, we make ourselves look bad. For instance, they would say we have more than China. I don't think so. We have more than other countries. I don't think so. ترامب حب يعمل زي العميل الصهيوني لما يطلع يقول لك احنا احسن من سوريا والعراق. انما العميل الصهيوني يعمل كده في بلد محكومة بالحديد والنار والقتل والسحل والمهانة والاغتصاب وكل مشهد حقير. ترامب ما يقدرش يعمل، ما يقدرش يعدي دي، ما بتعديش الخطابات الواقعة دي الحقيقة. هي دي اللقطة اللي بقول لحضراتكم عليها، هذه اللقطة التي تلقى تصفيق حاد في القاعات حقيقة، وكأنها قاعات وكأنهم قامات يجلسوا فيها. لكن ترامب لما جه يستخدمها في أمريكا ما لقاش أي تصفيق، بل إنه لم يجد حتى الصمت زي ما بيحصل عندنا بكل أسف في دول البزرميت. Many times that the U.S. is doing far better than any other country when it comes to testing. Yes. Why does that matter? Why is this a global competition to you if every day Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? Well, they're losing their lives everywhere in the world. And maybe that's a question you should ask China. Don't ask me. Ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. الصحفية ما سكتتش، قال لها السؤال ده اسأليه تشاينا. البنت طبعا دي المراسلة دي أو الصحفية بتحمل ملامح آسيوية، ها هو فقال لها إيه السؤال ده ما تسألونيش. الجلالة خدته، ودي جملة تخلص على أي بني آدم. فالبنت ردت عليه، وقفت زي ما أنت شايف ردت عليه. فترامب وجه كلمات عنصرية للصحفية الأمريكية اللي من أصول آسيوية، وحاول يدي السؤال لصحفية تانية بعد أن وجه تلك الكلمات العنصرية. لكن الصحفية التانية ما قبلتش الموقف المهين كالعادة لزميلتها، وقالت له أنا مش هسأل، وقتي في السؤال هرجعه لصاحبتي. Sir, why are you saying that to me specifically? I'm telling you, I'm not saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question That's like that. That's not a nasty please question. Please go ahead. Why does it matter? Okay, anybody else? Please, go ahead in the back, please. I have two questions. قالت له انت بتقول لي ليه؟ بنت طبعا لقطت على طول وعارفه ان دي جريمه، اللي هو انك تعمل اي تفرقه على اساس العرق او كده دي جريمه في الدول. فقالت له انت بتقول لي انا الكلام ده ليه؟ ليش معنى انا اللي رديت عليا لما بقول لك الحالات في امريكا قلت لي اسال الصين؟ اشمعنى بتقول لي الكلام ده؟ قال لها لا 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 ما فيش اي حاجه، بقول لك انتهى دورك، انا هدد الكلمه لزميلتك. فكان هذا المشهد. Sir, why are you saying that to me specifically? I'm telling you, I'm not saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question That's like that. That's not a nasty question. Please go ahead. Why does it matter? Okay, anybody else? Please, go ahead in the back, please. I have two questions. No, it's okay. But we'll you pointed to me. I have two questions, Mr. Next, President. Next, please. But you called on me. I did, and you didn't respond, and now I'm calling on Sorry, I just the young lady in the back, please. I just wanted to let my colleague okay. finish, but can I ask you Ladies and gentlemen, please? Thank you very much. Appreciate it. Thank you very much. أقصى ما يستطيع أكبر رئيس دولة في العالم أنه ينسحب. لما أقول ده آخر، قال له هات آخر ما عندك، ده آخر ما عنده زي ما بنقول في مصر، آخر ما عنده أنه ينسحب، ما قدرش يواجهه. لكن في مصر، مصر اللي هي عنوان للبزرميت، عنوان للبزرميت، ما حدش يقدر يتكلم ولا يفتح بقه، لازم كله يسقف. ها لما نائب بس وجه اقتراح اتهزق قدام الناس
وقدام على الهواء مباشره قدام عياله وقدام الدنيا كلها. نائب مفروض ان اسمه ممثل للشعب في دوله الكائن. بقول لحضرتك ايه؟ انت مين؟ طب ايه؟ انت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه ده؟ انت دارسه؟ ايه ده؟ انتوا دارسين الكلام اللي بتقوله ده؟ انت فاكرني لما تيجي تقول الكلام ده في موضوع في موضوع عام زي كده تقول لي ارجع ارجع؟ انت عايز دولة تقوم ولا عايز تفضل ميتة؟ لا لو سمحت من فضلك لو سمحت ادرسوا المواضيع كويس وعرفوا البلد دي فيها ايه؟ 3000 جنيه حد ادنى ابقى بعد كام سنه؟ لا طبعا من فضل حضرتك انا كنت ممكن اسكت واقول لك طيب لا 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 اتفضل اتفضل. وثقف العبيد للاسف الشديد. ده لو ما سقفوش بيقف يستنى لحد ما يسقفوا لان لازم يكون في سقف ويجبر العبيد في بلادي انهم يسقفوا. أنا كان عليا والله هقول تعبير صعب جدا جدا والله العظيم أنا لو أنفع أتباع لأتباع تسقيفة ما جاتش بالحجم المناسب فانتظر تاني فاضطر يشاور ليصفق العبيد من جديد. ده الفرق بين الدول اللي لو حتى جالها واحد مجنون او ارعن يحكموا النظام وبين الدول اللي لا فيها نظام ولا فيها قانون. لم يجرؤ ترامب الا ان ينسحب وده اعلى مفخيله في الولايات المتحدة الأمريكية.